قتل طفليه وانتحر، جريمة جديدة في لبنان تضاف إلى شناعة ما وصل إليه كل من أصبح يستسهل حمل السلاح والقتل. جريمة مروعة استفاق عليها أهالي مشت حسن في عكار مع إقدام المدعو يوسف سعدو على إطلاق النار من بندقية صيد باتجاه طفليه علي 7 سنوات ومحمد 4 سنوات أثناء نومهما، ما أدى إلى مقتلهما على الفور، وبعدها أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه. قوس ولاده ما حسوا دورو إلا الأم، الست نايمة بين الأولاد بيقوموا بيقوس أول ولد وتاني ولد وبيقوس حاله، لحتى قامت الأم الست ما شايفتهم، شافت ابنها كيف عم يوقع. الله يساعد الله يساعد. هيك بدون سبب، ما حدا نعرف شو السبب. لا هو بيحشش بيحشش، هو بيتعاطى. هو كان كان موقوف طلع من حبس قريب، الوقت وقف مشان كان بيتعاطى، وفي هيك دعوة عليه ومرته تركيته، ضاقت في الدنيا. الساعة 11 بالليل سمعوا البنات صوت وسد، اجوا علي فيقوني قالوا لي قوم شوف يوسف قوس ولاده قوس حاله، وطلعنا لفوق نركض وتلفنا للصليب الاحمر، واجا وتلفنا للمعلومات، اجت المعلومات واجت الدولة كلها الباحث الجنائية واجوا كلياتهم وعملوا كشف والطبيب الشرعي، لانه هو بطاطا كان بالاول وكان بالسجن ماله شهرين طالع من السجن ومطلع مرته، يعني في ظروف ضيقة عليه، هسه هذا خلته ييأس من هالحياة. الأدلة الجنائية والقوى الأمنية التي حضرت على الفور بدأت تحقيقاتها، والجثث الثلاث نقلت إلى مستشفى السلام في القبيات بناء على إشارة النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما يعيش أهالي البلدة حالا من الصدمة والغضب.